حياتنا شلونكم اصدقاء، ان شاء الله تكونون بألف بخير. بهذا الفيديو الزره الزرقاء طلعت على حقيقتها. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد. هواي طلبتوا من عندنا نقضي نهار كامل بالله ومن البنفسجي. بس واخذنا من اخر نشوف الجمال هذا. هاي شنو؟ بنفسجي. اليوم ايش طالب؟ طالع حلو؟ شوف المجوهرات. بس الشفقه شديد حلوه طالعه. شو اسمه لاعبه مع التنس طالعه. احنا معروفين بالالوان سرى. يعني لون بنفسجي التدرجات. بنفسجي طاف راحته. ليش تدرون ليش؟ لان بالانترنت ما لقينا نفس الشيء كليته، والسرى ما لقينا لها. فلبسه القميص مال حج عبيس ولبسه وراحته. مريم فاتح. إذا أنتم جديدين على هذه القناة لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. اشتركوا بالقناة خلي نوصل بهذا الشهر 300,000 مشترك. ندري بيكم أنتم قدها وقدود. هسه راح نروح طبعا وين؟ احنا راح نروح ناكل ونشرب ونسوق وكل شيء راح نسوي. كل تبيالهم باللون البنفسجي. احنا معروفين باللون البنفسجي، يعني مبدعين. بالألوان طبعا. لا خف عاد بالعرب. يا عرب انا ما كعرب انا. اكو قطة اليوم. ممكن اشوف الاكل مالتك الطبق الرئيسي؟ لا مو هسه بعدين. هاي طبعا الطبق الرئيسي فتشي كلش حلو، واليوم الميز راح يصير ابداع. تعال هسه خلنا نتريق. طبعا ما لقيت حرت بالري شنو اسوي. سويت لهم عصير مال موز باللون البنفسجي. المهم لون بنفسجي. المهم اريكم شيء بنفسجي. المهم قصدي لون ازرق مثلك. انا ليش معروف الفيديو اخليكم حلو؟ شراوي الورده الغاليه مو تبغير تلوي حب. الحب حبيبتي. اي عافيه حتى تعرفين. اي رياضه. اي لان هذا اللبس مال رياضيين. اي اي عافيه. 1 2 1 2 1 2 1 2. اي يا الله يا الله ان شاء الله. يا ضعفت ضعفت سرى ضعفت. صارت رشيقه. رشيقه صارت ما شاء الله. اي باع اللون مالته فظيع. شبي مريم باع اللون مالته جد حلو. عاشت ايدك. هذا ريوقنا. اي ريوقنا. صحي صحي صحي. هذا مالت مريم. صار صغير هسه تكتبنا مريم. صار عندك مريم. سرى صار عندها شوارب مريم. طبعا ما ادري هسه يمكن يشوفون اللون مالتي قالب على ماروني، بس هو بنفسجي طاب. بس يمكن ما اعرف ايش جاي يطلع. عاشت ايدك يا زرقي. ايه يا شراوي. كلش راقي كلش طيب. هسه فتحنا ريحنا فتحنا ريحنا بالموز. هسه راح نروح نسوق من الماركت. اي شيء قدامنا يكون لونه بنفسجي. شوفوا شوفوا صارت عندي شعر مره ثانيه. من هنا بعدنا اسم الله بدايه الطلعه تعبت ما بيها حيل. تعبت ما بيها حيل. تمشي كذابه لانك صعده بالعربانه. يلا روحي. مريم امك ايش تسوي؟ هاي مال شهر تكفيني يعني. شغلات مال بنزين. خرب حظي. ما في شغلات ما تبيها. انا عندي بس هاي تكفيني شهر. خرب حظي. خرب حظي. خرب حظي. بس شنو بحاجة تدور سرا؟ هذا وردي. وردي مو بنفسجي. ليه قدام بنفسجي؟ دل علي ايش السؤال؟ ليش هذا طحين؟ ليش هذا طحين؟ طحين هذا طحين اللي قلت لي مريم. طحين بنفسجي سرى. هذا طالع مولته ما شهر كامل. شنو؟ اي والله والله بنفسجي. اخذي حطي بكيس. يلا حطي اخذي حطي بالعربانه. واو يلا تلقط منك وانا القطنه. سرى من ورا وانا وهي من قدامي. هاي ناتلها صحيح بيها بنفسجي. حطيها بيها بنفسجي من جوا. ليش هذا شاي؟ شاي هذا سرى. حطي بالعربة. انزين لقينا خضار بنفسجي. بعد ما في شيء. من راح ناخذ جزء؟ باذنجان. باذنجان اسود. اسود داخله ابيض. مثلك سودة. ناخذه؟ اخذي خلينا نجربه. طبعا سرى تلقط من جوا القاع الشغلات البنفسجية. زين. اليوم راح نجربه بهذا الفيديو. شراوي هسه اجينا للبيت من بعد شنو الفره اللي فطرناها من وراكم؟ الوان بنفسجيه. وباعوا شنو اللي جبنا؟
شوفوا 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 الزراق, شوفوا الزرقاز, شوفوا السماء البنفسجي, شوفوا البنفسجي, شوفوا هاي الهانة سراكيلا. راح اشمر يلا واحد اثنين ثلاثة ردي في جراس يدربي امشي. هذا البيبسي ما ادري العاب سولفينا شنو جبتي لنا من السارع على السريع. السارع من السارع شاميه وجبنا بيبسي بنفسجي وجبنا شيبس وكل الحاجات اللي باللون البنفسجي. صرا خلينا نجي نكمل الميز مالتنا على اخر حبه ونقول لهم ايش راح يصير. نكمل الميز ونحط الطبق الرئيسي ونشوفكم الصوره النهائيه. جاهزين؟ واحد مريم على هاي القناه لا تنسون بلايك الاشتراك تفعيل زر الجرس خلينا ما حد ما يذكركم بساني. خلينا نوصل 300,000 قبل نهايه هذا الشهر. واحد اثنين ثلاثه شراه الوردة البيس طلع يجنن عاشت ايدك شكله النهائي. شوفكم يا بيبي شنها الاناقة شنها الترتيب شنها الجمال بالالو شنو هذا اللون ماني ما تحب اللون البنفسجي. هو من اصلا ما يحب اللون البنفسجي كلش حلو. وهذا الطبق الرئيسي مالتنا مع سولف. اقول لك قبل كل شيء سولفي لي على الميز بالترتيب بالتصفيطه بالتفصيل. ايه هنا انا سويت معكرونه بالبشاميل وال اللون الازرق شلب باللون البنفسجي زين. هنا انا شربت افطر باللون البنفسجي وهنا انا لهانه وهنا انا كيكه وهنا انا محلبي وهنا انا عصير وخير وبركه. انا قبل كل شيء صرا اريد اجرب الكيكه مالتك بنهايه الفيديو واشوف شنو وضعها. هي كيكه بسيطه بس اكيد طيبه وينها يا هاي وين شنو هاي الفيكه مال المصاصه سرا؟ هاي انا خليتها ما عندي ورده بس. عاشت ايدك المياس كلش طلع حلو كلش راقي مرتب مثل كل لون. تعليقات بعد يا لون ما مسوي حتى سوي انا عاجب لي اللون البني اذا تريدون كتبونا بالتعليقات ان شاء الله. هسه تعي خلينا نجرب اكلك. خلينا نعطيها راينا طيب لو مو طيب. بسم الله dislike. خلينا نذوق الشوربة هاي اللي سرا سوتها ولا عبالي انه راح يصير بهيج لون. طبعا خلينا نذوقها يلا. علي من هيجي انا اللي عندي يقول هيجي يقول الاكل طيب. طيبة 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 كلش طيبة. لا مو طيبة مو طيبة مو طيبة احنا بكيفنا مو طيبة. ايش عليك مريم؟ ويا بنتي ديسلايك ديسلايك. بابا كانت حاجة بس حمضتك. ليش؟ ليش؟ بس تقعد يمك ماني ما صاير ما قاعد يمك. خلي فرح تسمعنا فرح تسمعنا بس خلي اسولف لك شوية وانطر لها تجي انت يمي تمام؟ يلا مانستنا بالبيت واللي هي ملكة البيت هي سراوي. شكرا سراوي ملكة البيت صدق اول ما صفد السراوي شارس البيت مشاكل وسابينا سبي هو علي. اكو وحده ما تحبها كلش وكلش مكروهه وسودة وتفسه مريم. اسفين ها ها مريم قلت ما ادري ما ادري. لا 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 تعصبين لا تعصبين لا تعصبين. أقبيني؟ أنا هبدأ أراقبك. أنا هبدأ أراقبك. أنا هبدأ أراقبك. أنا عادي. ولا ورا الفيديو نتفاهم. ورا الفيديو نتفاهم. والله أنا همين أنا ياش نتفاهم ورا الفيديو يا أم شفقة. شوف الأسوار والكشخة مالتي. المجوهرات فوق. مو حلوة مو حلوة ما عليها مجوهرات. ما عندي وين مجوهرات جبتي؟ وهذه مجوهرات يا أمي. إذا عندكم مجوهرات؟ إي يعني أمي جابت وزيان غالية لو رخيصة المجوهرات؟ لا غالية 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 المجوهرات مالتهم. والله كتلة القصبة كتلتها القصبة ليش؟ كتلتها القصبة كتلتها القصبة كتلتها القصبة كتلتها القصبة كتلتها القصبة. شو والله هديها؟ يا رندارة هاي يمكن هاي يمكن ما تريد تشربين انت من عندها. اي ما تريد ما هسه باعي هاي القصبة انا ما تشوفين؟ باعي هاي علي شو باعي علي باعي؟ بس هاي ما تريد ليش تحكي تشربين من عندها؟ هم اندارت هم اندارت هم اندارت القصبة. شنو انا يعني بيه خلي اعدلها خلي اعدلها بيها هم اندارت حسبي اعمل مكي هم اندارت.
حسبي الله ونعم الوكيل عليك. ليش تنداب انت؟ ايش بك يا مريم انت؟ حسبي الله ونعم الوكيل عليك. الاصبع راح ينقطع. يعني انت دائما قاعده تعرضين حياتنا المشتركه انا وسرى. انا وسرى. انا ومريم. فلازم تقومين قومين انا. لا لا لا. لا 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 بابا لا 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 حبيبتي شلوني؟ لو تموتين ما حبيت. بس خلينا نذوق الجيجا 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 مال سرى. كمان سرى لا عاشت ايدك كلش مو طيبه تخزي والله. والله علي صايف اي واحد منافق والله كلش طيب. ما عدلك انا احب مرتي وما احبك وانت اصلا ما اريد من عندك شيء. اسمع عقل اسمع عقل يلا قرعه يلا يلا قرعه من هنا يلا قرعه شو جيتي؟ أنا أنا ما حد يحبني، ما حد يريدني. بابا ليك أكل أكل أكل. راقبناش راقبناش. أنا حاليا تحت المراقبة. ستي هاي أكلها على عنادك. على عنادك. ما شفتها ما شفناها بتعاركوا 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 قامت تبكي غالية البيت عجزة البيت قامت تبكي واحد يجي يسوي بيها لا والله لا والله سراوة هاي وكلي 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 بيها وكلي بيها سراوة تبكي لا مستحيل لا 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 بابا شنو؟ عن السرعة لو تدرون ايش قد حد تحبنا السرعة انا ومريم تقعدنا الصبح تقول داريدهم مريدهم احبكم احبكم ليش اسالوا مريم مريم تحبنا ما تحبنا السرعة؟ تحبنا مو تحبنا اسالوها هي السرعة اسالوها اي حيل احبهم صدق؟ اي والله احنا بنحبش شكرا السراوة على هذا اللون والميز الحلو والترتيبات الحلوة شكرا شكرا لهنا انا وصلنا مو مليون مليون 300 300000 مش 300 مليون مشترك 300 انتظرونا فيديو جديد ومع السلامه لا تنسونا بلايك والاشتراك تفعيل زر الجرس ووصلونا 300000 مشترك باكبر عدد وباقرب اقرب وقت